تخرجك هو بداية قصة نجاحك، وما عليك الآن إلا إطلاق إبداعاتك في بيئة متنوعة تحفزك على الابتكار، وليس هناك أنسب من القطاع الخاص ليصقل مهاراتك وينمي خبراتك. يمكنك من خلال العمل في القطاع الخاص أن تكون جزءاً من المشاريع التي تساهم في تعزيز تقدم وتنافس دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي وفي المحافظة على الصدارة في العديد من القطاعات الواعدة. يعمل القطاع الخاص على تطوير مهاراتك وكفاءاتك وبناء خبراتك عبر تنوع مجالاته وفرصه الوظيفية المميزة التي تقدم لك الكثير من التجارب الغنية. كما يعد القطاع الخاص مكاناً متميزاً لتعلم أحدث المهارات والتقنيات والممارسات، حيث يمكنك أن تتعلم من خبراء دوليين يعملون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تحظى في بعض الحالات بفرصة العمل بالخارج مع الشركات التي تعمل عالمياً، مما يعني أنه يمكنك أن تخطو خطوة سريعة في نموك المهني وتكون شبكة علاقات عالمية في مجال الأعمال. وتذكر أنك لست وحيداً في رحلة دخولك للقطاع الخاص، فوزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل لدعمك من خلال منظومة التوطين التي تركز على المحاور التالية: الإرشاد والتوجيه المهني، التدريب والتطوير، توفير بيئة جاذبة ومستقرة للمواطنين في سوق العمل، والتوظيف وخلق فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى العديد من المبادرات مثل البرنامج الوطني للتدريب الميداني والصيفي الذي يوفر لطلبة المدارس والجامعات فرصة التعرف على المهن والمهارات المطلوبة في القطاع الخاص، وبرنامج أبشر الذي يوفر المزايا للمواطنين العاملين لدى القطاع الخاص من خصومات وعروض ترويجية خاصة بهم. ابدأ بالتخطيط لحياتك المهنية لتنطلق إلى قمم النجاح في القطاع الخاص. للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا عبر مركز الاتصال على الرقم 800-60 أو متابعة حساباتنا في التواصل الاجتماعي.